الزمالك ابرم صفقه وحيده وهي صفقه خالد بوطيب مهاجم منتخب المغرب، المهاجم دولي منتخب المغرب وبيلعب في مالاتيا سبور التركي. لعيب كويس لكن عنده يمكن نقطة الانتقاد بالنسبة لصفقة خالد بوطيب انه لعيب كبير عنده 31 سنة، الزمالك دفع فيه حوالي يعني هنقول 1.5 مليون تقريبا، تقريبا 30 مليون جنيه. فالبعض انتقد السن بانه انت لما تدفع الرقم ده في لعيب صفقة جايلك من بره بتبقى يعني منتظر انك تبيعه فتكسب او تستثمر او او او، لكن فكرة انه يبقى لعيب كبير فالمفروض انه دي مثلا المحطة الاخيرة او القبل الاخيرة في مشواره، هل من يعني طبيعي انك تدفع الرقم ده كله؟ لكن في الاخر ما تنساش ان هو لعيب دولي في احسن منتخب تقريبا، او واحد من احسن المنتخبات في افريقيا هو منتخب المغرب، وواحد من اللعيبه اللي ظهروا في كاس العالم، فطبيعي انه يكون بالسعر ده.